نرجع لهشام ومها، راجعين ايه لهشام؟ هشام في الهرم، هشام الرباط في الهرم، ومها في التجمع الخامس. يلا يا هشام نبتدي بيك، قولي ايه الاخبار، الناس رد فعلهم ايه بعد الجون الثاني؟ تحياتي لك يا استاذه لميس. يعني بعد الهدف الثاني لفريق بايرن ميونخ، يعني الناس كانت متوقعه ان النتيجه تكون اكبر من كده في بدايه المباراه، لكن على كل حال في رضا تام من قبل الناس اللي كانت بتتفرج على الماتش، راضيين تماما بهذه النتيجه، خصوصا ان النادي الاهلي في الشوط الثاني كان في افضل حال وكان اداؤه مميز وكان متماسك جدا. بعض الاستراحات في بعض الاوقات هو اللي كلفنا الهدف الثاني، لكن في رضا تام من خلال هذه النتيجه، خصوصا ان احنا هنلعب على المركز الثالث والرابع يوم الخميس القادم قدام فريق بالميراس البرازيلي. يعني هاخد راي بعض الناس اللي كانت بتتفرج على المباراه، يعني راي حضرتك في المباراه واداء النادي الاهلي النهارده؟ لا ده لان الاهلي كان في الشوط الاول متحفظ شويه، ولكن الشوط الثاني لعب بطريقه الاهلي اللي بيلعب بيها، ولكن الحمد لله احنا الحمد لله مرضيين على النتيجه، راضيين بالنتيجه دي، راضيين بيها الحمد لله، راضيين والله. كنت متوقع ان النادي الاهلي يعني يحصل هزيمه بنتيجه اكبر من كده، ولا توقعت ده النادي الاهلي؟ لا كنت متوقع ان النادي الاهلي يقدر يكسب صراحة. وبعد الجول الثاني يعني الاهلي ابتدى ان هو يهاجم بس ما عرفش يدخل جول صراحة، كنت متوقع ان هو يكسب. النادي الاهلي ولقاء النهارده، هل شايف ان النادي الاهلي كان يقدر في وقت من المباراه يتعادل قبل ما يجي في الهدف الثاني ولا لا؟ والله يعني احنا كجمهور النادي الاهلي معودنا ان هو مهما كان الخصم اللي قدامه فهو يقدر يرجع ويقدر يجيب ويقدر يعني في اي وقت يعوض، وده كان املنا كلنا واحنا بنتفرج على الماتش، كان نفسنا كلنا، بس قدر الله ما شاء فعل. بس طبعا احنا كجمهور النادي الاهلي زعلانين، يعني ما حدش ينكر ان كان نفسنا نبقى في النهائي ونفس الدنيا تبقى كويسه، يعني ناخد حتى البطوله في النهائي، بس قدر الله ما شاء فعل. شايف المباراة الجاية ازاي؟ مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، هل النادي الاهلي قادر على تخطي عقبة بالميراس البرازيلي؟ واولا شرف لاي حد في افريقيا يلعب بطل اوروبا، احنا كنا متوقعين النتيجه تبقى اكبر من كده، ما كانش يهمنا النتيجه، احنا كان يهمنا الاداء الكويس والمشرف. الشوط الاول احنا ما كناش موجودين، لكن الشوط الثاني قدرنا نرجع للعبنا، واحنا لو كنا لعبنا كورتنا من الاول كنا هنبقى احسن من كده بكتير، وان شاء الله احنا هنلعب على المركز الثالث، ما فيش حاجه اسمها المركز الرابع للنادي الاهلي، احنا في بطوله كبيره وكان لازم نبقى في متقدمين احسن من كده، بس الحمد لله اللي احنا وصلنا للمرحله ديت الحمد لله. يعني دي كانت اراء بعض من المشاهدين لمباراه نادي الاهلي وبايرن ميونخ هنا موجودين في منطقه الهرم، وانتهت المباراه 2-0، وان شاء الله النادي الاهلي يفرح جمهور النادي الاهلي ويفرح المصريين ويعيد انجاز 2006 مره ثانيه، ان يفوز في مباراه تحديد المركز الثالث والرابع، يفوز بالمركز الثالث مره ثانيه يا رب. يا هشام بشكرك شكرا جزيلا.